أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال وحيري من قفك اقتطع غوستا اقاتا حق امرئ قف حقي قف كسو مسلم مسلمها حقيقتا بيمينه ملكتي بيمينه دارتي سنكو قاتا كقف مسلمها حقي قف كي قاتا بيمينه دارنا كو قاتا ودو انتو دارتو دارتا قفك حقي سكقاتا فقد أوجب الله ألا وحي أواجبيي قفك دارت حق ترد كقاتي له النار قفك إلهي وحي أواجبيي النار وحرم عليه الجنة جنة نغو كحران تنمي يلي مركا قفك انتو دي قفك لو حسكو قبصدان وحونا لهين انتو دارتا دارتا لوسيو عقابتا ساوتا لا حق امرئ مسلم قف مسلم حقي قال لو الله مدونسنا ده مسلم كو حلو شيغي مسلم كو حقي ساسي وين حقي انا قالت اسلام مبانانا من قفكي اقتطع قوستا حق امرئ مسلم قف مسلم حقي بيمينه دارتي سنكو قات فقد أوجب الله ألا وحي أواجبي قفكاس النار نار بأواجبي وحرم عليه الجنة جندنا وكحران تنمي يلي وهديقون كالتوبة كان لكن ده دو التوبة كان التوبة دي يدي وفرنتي التوبة دينا وانسوا يعني وانسوا دافنا يو وحاكم إذا وحن وكال قفك إنو وحي إسكعلي فقال رجل نمبايري وإن كان هدي يهي وحن وخضر هذا كقاتي شيئا يسيرا وحير هدي يهي بل كورا يا رسول الله فقال نبي حير عليه السلام وإن قضيبا هبأها تلان وإن قضيبا هبأها تلان من أراك عريئة قفكو حقدر هذا كقاتي ولكن حق درده كغاقاتي ودارت كغاقاتي هبا نقطة اللان يروع عديه رقابت سوي اتالا رواه مسلم بحديث كوريي وعن عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال وحيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قفكي استعملناه أنشقا ليسن ومنكم إذنك إذنك مذها على عمل شقنا أن أردبن قف كان شق أردبن منكم إذنك إذنك مذها شق لا سيد وزك الله سوقاضي وغنيمي لردبي وحول هنتي عامة ومدك هذا حيث أدي لردبي قف كي شقنا عسى لردب وفكتمنا نجا قريب النبي عليه السلام مخيطا اربد يف ما فوقه وح اربد كسي نقن او كسير فوقه معناه حق دغنت يعني وحق يرد اربد او سي وين بمعنى انه وح اربد كسير اربد يو وح كير قفكي نجا قريا كان وحو هذا وحانو قريي غلولا وخيانا ويأتي وكان يا به وحنو قرينا يوم القيامة بوكان يا
marka khiyaano mar qofkii hanti caamaha loo dhiibo inuu waxba qariya ma ah. Faqama ilayhi nabiga waxa uu kacay rajulu nin aswadu madow oo min alansaari ansaarta ka mid aha, ka'annii buu yidhi saxaabigu waxaad moodaa anduru ilayhi inaan eegayo, yacni sawirkiibaa ku sawirmay saxaabigan dihnigiisa iyo maskaxdiisa inaan ninkii eegayaadi moodaa oo taagan. Faqaala ninkii wuxuu yidhi ansaariga ahaa, yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow, iqbal cannii waxaad iga qaadataa camalaka mas-uuliyaddaadii dhiibtay, shaqadaad ii dhiibtay iyo mas-uuliyaddaad ii dhiibatay iga qaado. Qaala nabigu wuxuu yidhi, wamaa lak, yaani maxaa kugu dhacay, maxaa yaani kugu soo biiray? Qaala wuxuu yidhi, samictuka waxaan ku maqlay rasuulkiiyow taquulu adigiyo leh kadaa wa kadaa, sidaa iyo sidaa, oo sidaan soo dhaafnay. Qaala nabigu wuxuu yidhi, wa ana aquuluhu alaan, hadalkii horena imikaaban leeyahay, wa ana anigu aquuluhu hadalkii horaan leeyahay alaan. Markaasuu hadalkii nabigu ku soo celiyay wuxuu yidhi, man isticmalnaahu qofkan shaqaalaysanno oo minkum idinka idinka mid aha calaa camalin, falyaji ha keeno wuxuu soo qaaday ee hantidii dee zakada ahayd ee qaniimada ahayd ee hantidii guud ahayd, biqaliilihi wixii sii yaraa iyo wa kahiirihi wixii badnaaba, famaa uutiya minhu wixii laga siiyana akhada ha qaato, wamaa nuhiya canhu wixii laga reebana intahaa ha ka reebtoonaado. Yani ha ku socdo wax cad oo xeer aha oo isla og yihiin asaga iyo ciddii wax u dhiibatay. Rawahu Muslim baa xadiiskan wariyay. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala wuxuu yiri, lama kana yawmu khaybara, maalinkii khaybar, ghazwatu khaybar sanadkii toddobaad bay dhacday, aqbala nafarun jamaacaad baa yimid, min asxaabi nabiyi sallallahu alayhi wasallam saxaabada nabiga ka mid aha, faqaaluu waxay yidhaahdeen dadkii shuhadada ahabay soo mareeno, fulaanun shahiidun bay yidhaahdeen hebel waa shahiid, wa fulaanun hebel la shahiidun waa shahiid, xataa maruu ilaa ay soo mareen calaa rajulin nin mayd bay soo mareen, yacni raggii dhintay ahaa, xataa maruu ilaa ay soo gaadheen calaa rajulin nin, faqaaluu fulaanun shahiidun hebella kanay soo dul joogsadeen waa shahiid. Faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam, malkan nabigu markaasuu yiri, kalla maya, ninkani shahiid ma ah, damacriku ku dhintay, yahuud baa dishay, nabigu la socday calayhi salaam, haddana shahiid ma ah. Kalla innii ra'aytuhu, waxaan arkay buu nabigu calayhi salaam, ninkanaad shahiid ku leedihiin, finnaar, naartan ku arkay, fii burdatin, sababtuna waxay ahayd burda go, ghallahaa oo khiyaamay, aw cabaa'atin, marka cabaa'aduna isna waa maro un go oo kale aha oo liinliin leh ballaadhan, burduhuna waa go, marka ninkan waxaan arkay go oo ghaniimada ka khiyaamay sidii buu naarta ku galay. Rawaahu Muslim baa xadiiskan wariyay. Marka taa waxay kugu beeri qofka waa inay cabsi weyn ku beerto, ninkan jihaad buu u baxay, qitaal buu u baxay, nabi maxamed buu raacay, yahuud buu la dagaalamayay, naftiisii buu waayay, haddana huwa fi nar, naar buu ku jiraa. Marka camalkan saalixeed ku dhex jirto inuu ilaahay kaa aqbalay iyo inuuna kaa aqbalin, huwa yacrif, ilaahayn baa garan. Marka tumaaniina intaad isa siiso oon hayso oranin anigu dadkii ilaahay baan ahay oo ana ilaahay baa aqbalayo, yacni naxariista ilaahay haysa siinin in lagu aqbalo iyo in kale ma garan haysid. Horena waanu soo dhaafnay kitaabkan qayimka ee Tadkiratu Saamir Mutakallim, waanadiisii qiimaha badnayd ina lahaa, falaa yaamanu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun, nin khaasir aha unbaa isdhigan oo is-aamini oo makriga ilaahay iyo maamulka ilaahay isku aaminaya, laydinka arka ninkaas huwa finnaar. Rawaahu Muslim. Marka qofka muslimku waa inuu cabsi ay ku dheehantayaa maashiisa iyo walwal.
وعن أبي قتادة الحارث بن الربيعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النبي عليه السلام قام واستاغي فيهم في أصحابه صحابتي سبو لحي استاغي سوى قطبتين هيا أو هاد ليا فذكر نبي وحو الشاغي لهم صحابة وحو الشاغي أن الجهاد في سبيل الله إلهي جدك سؤلو جهاد جهاد كان هرانا سوى لفنه وكلمة عامها أي سوها أسكال أي سوى لفظ كستا إي جهد كستا إي الدلال كستا ودين تلقو كريالي وجهاد علمك وجهاد عبادته وجهاد دعوة واجهات قتالك واجهات وحاسد واجهات مركا معنى وينكم مفرد دين الجهات كي لغو سوكوب وليرادا وقتال كليا جهاتك واللفظ عام هرين ونصر أفني أفضل الجهات كلمة حق عند سلطان جائر وجهاتك قيبت أسر رئيسة قتال ماها وكلمة عادية مرك جهاد كوا اللفظ عامها وصهوس قال يا وح كستو الدين تلقو كوريا ليوم فذكر وحوش لهم أن الجهاد في سبيل الله جهادك في سبيل الله يقوم يا والإيمان بالله إلهي رومين تيسو أفضل الأعمال إن يتهي أيونا بقول شجع عليه السلام إلهي رومين تيسو يا جهادك إمام القرطبي عليه رحمة الله إمام يدي ووينيدها وحوليه جهادك يا إيمان كان النبي هلك وحول السجود حري إيمانك يا أركان الإسلام تي يا شعائر الإسلام كا أيام لما يستر مينن أم باقي أهانهينن إلا بالجهاد مركز درادة بو السجود حري أن الجهاد في سبيل الله يا والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام وحكى رجل فقال حير يا رسول الله أرأيت كورا إن قتلت هدي لإدلو في سبيل الله أنا إلهي درادي أدقى اللمية تكفر عني ملايقات آفيا خطايا يدن بيديدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حير النعم إن قتلت لكن وهدي لقدلو في سبيل الله أضاء السعداء هوي يا شيد يا هوي يا الشهوات يا غنيمة يا الدنيا أدون سعرين معه في سبيل الله ورث وينك عدد الكني شرط قال بعض وأن توائن لوجود لا أدق يا صابر صابر أها أتكيسن هيا محتسب مخلص نأها مقبل قالك يا عدق كسي جيدا غير مدبر أن دبجيدين هينين شروط هذه لجاهر أو سدا كل ما تو دم بيجي ودم ولا دافيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام وحيري كيف قلت وربهالك يجسوا علي نبي وحبو دوني نكذب الجي كيف قلت محاتري قال إنك يبيري أرأيتك ورا إن قتلت هدي ليدل في سبيل الله أنا أصلى أتكفر عني خطاياي دم بيجي ما لقى دافيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولقى دافيا وأنت صابر هذا دم تأذو صابر أها محتسب احتساب يوم مخلصها مقبل عدو كسي جيدا غير مدبر أندب جيدين هينون عدو أدب جيدين هينون دم بيجاوي أدنى ولا دافيا إلا الدين دينك موياني دينك لغو لها أسقى لغا من دافيا دينك وحالا مدها حق استو بني آدم ولغو لها إسنا لغا دافي ما يو مركا دينك يحق بني آدم إن لغا دافي نواكي دي قفكو أسقو كرا وهذا نبحين واي لكن قفكي مثلا هديد كرب واي دين والقول يهي استطاع وكبحيين مجرتو إلهين مسوق لنوح وكبحيو تتاعد بكبحين لكن دين كان لي قفر لقم الدافية ودين وكرية إنو بحيو وهدنا مرميرين يقفكي أما حق بين هذا والقول يهي وكرة إنو قدو وهدنا قدو لأيه
إلا الدين دينك موين دينك وحل منها حقوق بني آدم كوردن فإن جبريل جبريل قال لذلك جبريل باسدا يغيري حنا احتمالها انتو نبي الجواب تهور جوابي كذب جبريل أسو وحيودي انتن مركتنا وحيك تسو دينك عليسك أوليه إيا حقوق بني آدم كبا رواه مسلم بحديث كموري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيور النبي أتدرون مقرا هيسان ما المفلس قفك عيدا قالوا وحيور هذين المفلس عيد فينا لحظة يذا يعني سان أنقان عيد من وقف لا درهم له أن درهم لهين ولا متاع يعلاب لعد يعلاب من مالك فقال النبي وحيري إن المفلس مفلسكم عيد من أمتي أمت ضيدة مركي عيد هذا وحويا أمت النبي ونال الله بأوقعي بسنتا أمة الدعوة هي أمة الإجابة يعني أمة الدعوة وقالها يعني قالها وحليلها أمة الدعوة كده أصلاحان لو قلت لك لي إن الله يرو وإسلام كله يرو وحي لا إله إلا الله يري النبي أجيبين أمة الإجابة لير هذا أمة الإجابة إن وين دعاء دمارك قار كدون هذا أمة الدعوة النهاي وكقفك أسوح لغي الله وانا لفظ يرشاعها إنه أسوه كوذي دادتكو إنا دقاقان أو إددالان بالله إنه ورر معنه دي وجدده سوى سح لكن اللفظ هو قلت إنك أمة الإجابة إنه نهي عدي النبي أجيبتي إلهي أجيبتي إيه لا إله إلا الله تريبين النهي عدان لا إله إلا الله أرانين ديدنا أمة الدعوة بالير هذا بك أمتي ونبي هاتن لي هي وأمة الإجابة وعد لا إله إلا الله تري إن المفلس عيد من أمتي يعني أمة الإجابة من وقف يأتي لإمنها يوم القيامة قيامها بصلاة صلاة إيا وصيام صون إيا وزكاة بولا إمن أعمال بلم بولا إمن ويأتي وإمن قد شتم هذا أسوغو كعايي وقذف أسوغو قذفي ومصب بذي بين كشغي هذا كاكلي وأكل وحو عني مال هذا كان حوله سيب عني وصفك وحو دادي دم هذا كديقيسي وضرب وحو قرعي هذا كاكلي نندب بغنبو هدب كسيب عمد ولا قاري فيعطى والسين هذا كاهر من حسناته كان وناقيسي والسين يعماشيسي وهذا كيكلا الظلمين وحالسين من حسناته وناجيسي فإن فنيت حضي دماتو حسناته حسنات كيسي قبل أن يقضى انتان لحكم ما عليه يعني وحي الظلم الليمد انتان الأمانين ظلم جيئي قردردي الليمد انتان الأمانين كهر هذه حسنات كيسو دمادان أخذ ولا قاضي من خطاياهم دنبيذودي تركي مظلومين تها أقرد الرئيس دنبيذودي بالغا سوقاتي فطرحت عليه السقال الدلدقيا ثم كدبنا الطرح وحالغ التوريا قفكي في النار النار بالغ التوريا رواه مسلم مركي حديث كنا وعيد شديد بوليهي وحسنات كاقي خطر بيكو سقنيهين marka horeba khatar waxa ku sugnaa xasanad maleedahay waya acmaashana qaban hayno intay mukh ikhlaas tahay iyo intayna ahayn ilaahay ba garan acmaashan saalihaat ka ah wax ku nabad gali aakhara oo ku badbaadi ilaahay ba garan oo deshaawad ka badbaadi oo hawo ka badbaadiyo oo riya iyo sumca ka badbaadiyo marka wixii yaraay ku badbaadin intaas oo qofkalkay ku timaado fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي حيري إنما أنا بشر أنبو أيوير النبي عليه السلام بشر أمبانها بني آدم وإنكم إذن كنا
تختصمون إلي وادي سلك إيمان هيسان إذن كي يدود يا يعني وادي سلك يسودود تغيسان ولعل وحال غيابا بعضكم بركين أن يكون إنو يهي الحنا كي كفصيحسن كهذا العدعد بحجته دعوديسا من بعض بركة كالي وفأقضي وان حكومة يا نبي عليه السلام له كان من شارك هاي بلاغة له على نحو ما أسمع وحن نقول عن مقل يدعود كل بسيطة يقول دعي سوي هذا لذا وحن كفهمه أمبان كحكومة يا فمن قفك قضيت له أن أحكمه بحق أخيه ولكن حقي سقفك أن أحكمه يعني قردر رأهان ده انتو بلاغة ايا فسيحة ده سننتن أنقو أركا أن أحكمه فإنما أنقو أقطع له وحان أقوين هيا قطعة من النار قيب نار أها أمبان أقوين هيا متفق عليه الحنبي إمامك عليه رحمة الله أي أعلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال كمزولي المؤمن قفك مؤمنك هاي كمزولي في فسحة إن واسع كجر واسع كجنولي هاي من دينه دين تيسا يعني دين تيسا واسع بوي هاي حريست إلى هاي واسع ذي بكل حجريا ما لم يصب انتونا أصيبين قفكم دما حراما ليك حرانا يعني قفك انتونا لقر قلين دين تيسا واسع بو كجرا رحمة دا إلهي واسع بو كجرا مرهدو لقر قل لكن الباب دو يسو يران هيا لن يزال المؤمن المؤمن كزول ما في فسحة انو كسو غي هاي واسعات يرجو من دينه دين تيسا ما لم يصب انتونا أصيبين قفك دما حراما ليك حرانا رواه البخاري بحديث كان وريي وعن خولة بنت ثامر الأنسارية وهي قبضا خولة امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها يعني وحمزة أذيرك النبي عليه السلام حاسكيسي قالت حيتري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا كما قال يقول أستغل إن رجالا رج يدوم أربع أيا يتخوضون وحي دبالا هيان حي دبالا هيان سيدة بد الله دباش في مال الله حولها إلهي وسيكون دبالا هيان بغير حق حق در لكن سي حاران وحق در أن شرعي أهين بنانين أي مالك يا دنيا دبالا هيان يعني ويقول تصرف يوم معنا هنا ذلك النوع عاسه مالك إلهي إيه هنتذا وين أمد الرحت الله سيحق درها كو استعمالي فلهم النار يوم القيامة كو وحاوسوا قيامها النار رواه البخاري بحديث كان وريي قال الحير عليه رحمة الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين ذلك مسلمين تأها حرموين كودا وين أنت أي وين تهي قفك مسلمين تا حرموين كودا مركا حرموين كودا دوا شرفتو دا إيا عردقو دا إيا وحوضا وردن وينان تا أي وينتهي إيا وبيان حقوقهم عدين لا عدين هاي دادك مسلمين تا حقوق دوضا أي كوليهين دادك مسلمين تا إيكالا إيا والشفقة عليهم إن لون نحريست دادك مسلمين تاها يا ورحمتهم نحريس توضبا مركز الشفقة يا رحمة ولا بكلمة ويسكن معنا للدو قال الله تعالى ربي حير ومن قفك يعظم ويني حرمات الله حرموين كإلهي وحو الله حرماء يالي يعني أحكامت إلهي دينت إلهي قفك ويني فهو وين أنت وينين هي حرموين كإلهي خير له خير بي أولى له قفك وينيي عند ربي ربي أكتيس مركب وحو الله حرم أويا لقفك وينيي فهو خير له عند ربي وحو حرمو ينكر الدواتات كمسلمين تهانا وقوين
وقال تعالى ربي حير ومن قفك يعظم وينيا شعائر الله دين إلهي قفك وينيا فإنها وينينت وينيني دين إلهي من تقوى القلوب قلوب تتقوى ذي كمتاي قلوب تتقوى ذي إنه قفك قلب جيسة تقوى كجرت وحاء الدليلها إنه وينين هيو شعائر إلهي شعائر ودين إلهي يا وحكستو إلهي دي حرمة ويالي قفكي وينيا ومن قفكي يعظم وينيا شعائر الله دين إلهي فإنها وينين تاسي وقفك وينين هي شعائر إلهي من تقوى القلوب قلوب تتقوى عليك متعي وقال تعالى ربي وحيري سوى النبي صلى الله عليه واخفض نبي يهوني وحاد تلك أردكتا والأرار عيسى أردم رسى جناحك قرب كاغا للمؤمنين تدك مؤمنين تا قرب كاغا وجلعي يعني التواضع وقال تعالى ربي وحيري من قفك قتل الدلاء نفس النف بغير نفس أدلاء أو أمس فساد في الأرض فساد لآن لك أي فساد هيس أدلاء وقف قف دليا بقر كلو قف كاسي قلنا لو مدري يعني قصاص لو مدري يوم أو فساد في الأرض لو مدري يوم قف كنا نقول كفساد يا أو قلنا لو مدري يوم فساد كلو كوحاكم هذا هدا قف كي وجود جوية سماية بعد ما اللي يمادة شركية قال ما اللي يمادة مرك قف كي قف دلا قصاصنا أن أدل فساد في الأرض أن أدل فكأنما قتل الناس جميعا وحلم ذيه وحدتك أورن دلي ومن قفكم أحياها نفن نولي أسوك نولين كرادة إنو وحقفته إنو بدبادي إنو إسكب عفيه هدو قساس كلها فكأنما وحد مودا أحيا الناس جميعا دتك أورن وحن نولي بلم ذيه وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قفك مؤمنك للمؤمن مؤمنك كله المؤمن مؤمنك للمؤمن مؤمنك كله كالبنيان واسمه أكله يشد أتكي اسمه بعضه بركي بعضا برك كله مرك مسلمين تنساسي سؤاد كيان متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قفك مر سومر في شيء 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 قاسو من مساجدنا مساجد يدا كمدها أو أسواقنا أما السوق قيقا نكي سومر ومعه معيسنا أيتها قفك نبل ليب أما ورن فليمسك حقبته أو ليقبض وشك الراوية أما حقبته على نصالها أفكي ظهره ليبك أفكي سهرها كوقبتو بكفيه قعنتيس إيا على عشيس ومحوه قبن أن يصيب خشية أن يصيب سوى كبقية إنو أصيب ليبكاس أحدا قف من المسلمين مسلمين تقمدها منها ليبك حقيس بشيء وح مركو قفك مساجد يمادا أما سوق مسلمين تا أوليب وتا أما ورن أما وحون دبرهن ما أنتو حلم إذاها إن دتك ومذي أفكارها قبطو سوء نقف مسلمها وآصيب وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مؤمنين تتصالوا هذو وحويان في توادهم إسجعيل كوضو إيو تراحمهم إسو نحريس شضاضو إيو تعاطفهم إسو دمرين توضو إيو تريتان كوضو مثل الجسد وجد أوكالي إذا اشتكى مركو حنون صدو منه جدك حقيس عضو حب تداعى جدكو أوياليا جدكو ويسويالا له حب انت حنون ستي أوغيد أيا سائر الجسد جدكي أو أنبا إسو يالن هيا حيسو يالن بالسهر سوجيد إيو الحمى حمد يعني حمد جدكي أو أنبا لو ذاقيا
متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قاد كذي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعنده نبي اكتي سنه وحاءها مركو دنكن هي حسن الاقرع بن الحابس الاقرع بن حابس صحابي وين بوها اوغس. فقال الاقرع أقرع عبا وحيري إن لي عشرة من الولد طبعا الموت بان لا يهي ما قبلت منهم أحدا مت كم ذهانا مردون كنن. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى أقرع عبا وحيري من لا يرحم قف كان حريسا لا يرحم لما نحريست. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حيتري قدم الناس من الأعراب دد أعرابه الربادي أي وحي أيماد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وحي لهذين أتقبلون مياد كنتان سبيانكم عرورتين. فقالوا وحي لهذين نعم. قالوا أعربت حير هذين لكن والله ما نقبل نكو عرور مردون كنو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غيري أو أملك محان إذن قبن هيا إن كان الله هدي إلهي نزع أوسيبي منكم إذن كبيرين كسيبي الرحمة النحريس مركدو إلى النحريس إذن كسيبي أنو محان إذن قبتا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس قف كان ددك أن حريسا لا يرحمه الله الله عز وجل أمن حريست. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.